السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل عشان نسجل اليوم فيديو جديد من فيديوهات جريد 3. معنا اليوم درسين، لسن 3 ولسن 4. هنكمل قصة ميرا و هير تري هاوس. درس النهاردة بعنوان Use of English، استخدام اللغة الإنجليزية. Number 1 Find out more. Listen to Mira. استمع إلى ميرا. Can all children go to the second floor of the tree house؟ يعني هل يمكن لكل الأطفال أن يصعدوا إلى الطابق الثاني من بيتها بيت الشجرة؟ خلينا نسمع المقطع ونترجمه ونشوف مع بعض. Hello. أهلا. I'm going to play with Jenna. أنا سوف ألعب مع جنى. In the tree house again. في tree house مرة ثانية. But my little sister is sad. ولكن أختي الصغيرة. The second floor of the tree house is only for big children. الطابق الثاني للشجرة بالشجرة للكبار فقط. Please can I go to the second floor, Mira? فاطمة بتبكي وتسألها هل يمكن أن أصعد إلى الطابق الثاني؟ لا لا تستطيع. أنت صغيرة جدا. أنت تستطيع أن تصعدي على السلم الخشبي. دولها أنا عندي 5 سنوات وأنا كبيرة. ردت ميرا وقالت لها لابد أن تكون 7 سنوات لكي تصعدي إلى الطابق الثاني. طيب time to practice. Ask and answer. Use the information in the table. اسأل وجاوب باستخدام المعلومات في الجدول الآتي. هنا مجموعة من البنات ودي أعمارهم، يعني مي ايج 9 عندها 9 سنوات، عائشة 5 سنوات، خولة 7، سميرة 7، جميلة 3، حمدة 8، إيمان 5، وبدرية 6. هنا طبعا احنا عرفنا القاعدة ان اللي عنده 7 سنوات وما اكثر هو اللي يقدر يصعد الى الطابق الثاني. طيب هنا واحدة تقول I am May, I am 9, please can I go to the second floor? Yes you can. طبعا لما نيجي نسأل باستخدام can دائما في لما نستخدم الفعل المساعد بنقدم فعل مساعد على الفاعل دائما بيكون الإجابة يا اما yes او no. في حالة استخدام yes وهي حالة الإثبات بنرجع الفعل الأول مرة تاني ونستخدم معاه كان. Yes you can. أما لو استخدمنا no في حالة النفي نقول no you can't. إذا في الإثبات بنستخدم كان، أما في النفي بنستخدم can't. طيب I am عائشة. I am 5. Please can I go to the second floor? No you can't. ممكن نخلي الأطفال يستخدموا أي من الأسماء هذه ويطبق على القاعدة. مثلا ناخد خولة. I am خولة. I am seven. Please can I go to the second floor؟ طبعا الإجابة هتكون yes you can. لو أخدنا إيمان مثلا، إيمان عندها 5 سنوات. I am إيمان. I am 5. Please can I go to the second floor؟ No you can't. إذا ده تدريب على استخدام كلمة can في تكوين السؤال. كلمة can يعني يستطيع. Can I go to the second floor؟ هل أستطيع أن أذهب إلى أو أصعد إلى الطابق الثاني؟ No you can't في حالة النفي أو yes you can في حالة الإثبات. To talk about it. Talk with your partner. What do you ask to do at home؟ معنا بعض الأشياء اللي ممكن نعملها في المنزل. Play football. يعني في أشياء ممكن نعملها داخل المنزل أو أشياء لا نستطيع أن نفعلها. مثلا play football, play in the garden, go to the park, watch TV, play on the computer, help with the cooking. Play football يعني يلعب كرة القدم. Play in the garden يعني يلعب في الحديقة، حديقة المنزل. Go to the park يعني يذهب إلى الحديقة. Watch TV يعني يشاهد التلفاز. Play on the computer يعني يلعب على الكمبيوتر. Help with the cooking يعني يساعد في الطبخ. عندي هنا speaking tip.
asking to do something. Please, can I go to the second floor? The word can comes before I in a question. طبعا احنا قلنا بنقدم الفعل المساعد اللي هو can عن الفاعل اللي هو I. بنستخدم I في السؤال وبتتحول إلى you في الإجابة. Can I? You can. Can I go to the second floor? Yes, you can. The word can comes after you in the answer. إذن الأول في السؤال بنجيب كلمة can الأول بتتبعها كلمة I. أما في الإجابة كلمة I بتتحول إلى you وكلمة can بتيجي في الترتيب التالي. طيب خلينا نسأل بعض الأسئلة هنا. Please, can I play football? تكون الإجابة yes, you can, or no, you can't. Please, can I play in the garden? Yes, you can, or no, you can't. Please, can I go to the park? Yes, you can, or no, you can't. طبعا دي مجموعة من الأسئلة بيكون في طالبين، واحد يسأل واحد يجاوب. نشوف السؤال، نشوف الصفحة الثانية lesson 4. عندي هنا new words listen, point and say. خلينا نسمع الأول وبعدين نشوف. sink اللي هو حوض الوش. bed اللي هو السرير. shower هذا مال الاستحمام. TV تلفزيون. Toilet اللي هو قاعدة الحمام. Table طاولة. Cooker اللي هو الطباخ. Chair كرسي. Cupboard اللي هو دولاب الثياب. Bookcase اللي هو يعني زي مكان لوضع الكتب أو زي مكتبة صغيرة. طيب نقول تاني، عندي كلمة sink اللي هو الحوض اللي احنا بنستخدمه في غسل الوجه، تمام. bed اللي هو السرير. shower اللي هو ماء الاستحمام اللي هو بنستخدمه في عملية الاستحمام يعني. TV يعني تلفزيون أو تلفزيون سوري تلفزيون. toilet اللي هي قاعدة الحمام. table اللي هي الطاولة. cooker اللي هو الطباخ أو البوتاجاز زي ما بيقولوا. chair الكرسي. كبورد اللي هو دولاب الثياب. وبوك كيس اللي هو حافظة الكتب أو المكتبة الصغيرة اللي ممكن نحفظ فيها الكتب. نمبر 2، a toy house. Look at the picture. Who live in the house? Listen to the children. Where will they put the bed, the sink and the TV? طيب عندي هنا مقطع هنسمعه عشان نعرف ترتيب الأشياء. has a bedroom, هذا لديه a bathroom, وحمام مطبخ, and a living room, وغرفة معيشة. Let's put the bed in the bedroom. سنضع السرير في غرفة النوم. Okay. في البيدروم. How about the sink? The sink اللي هو Let's الحوض. Let's put the sink in the kitchen. سنضع السنك okay. او الحوض في المطبخ. How about the TV? ماذا عن التلفاز؟ Let's put the TV in the living room. سنضع التلفاز في غرفة المعيشة. انها فكرة جيدة. تمام، كده عرفنا ترتيب الاشياء. هنقول مرة تاني، عندي هنا where we will put the bed. bed هيكون طبعا في البيدروم. sink هيكون في kitchen. والتلفزيون هيكون في living room. تمام، وطبعا الباثروم هنا لم يذكر شيء، اكيد هيكون في shower. we will put the shower in the bathroom مثلا. عندي sink هنا، كلمة sink عامة بمعنى حوض، سواء حوض الوش او حوض اللي بيكون داخل المطبخ. تمام، عندي هنا ممكن كمان نحط we can put the cooker in the kitchen. ممكن نحط كمان نحط هنا table in the living room مثلا، احيانا بقى فيه table. cupboard we can put the cupboard in the bedroom.
بوكيس ممكن نحطها في الليفينج روم. طيب where will you put the furniture? Talk to your partner. Let's put the shower in the bathroom. Oh, how about the bookcase? هنا واحد بيقول جملة إثبات أو جملة خبرية، والتاني بيسأل عن شيء آخر. Let's put the shower in the bathroom. Oh, how about the TV? Let's put the toilet in the bathroom. Oh, how about the table? اوكي وهكذا، واحد يسأل واحد يجاوب. طيب let's put the chair in the living room. How about the cupboard? Let's put the cupboard in the bedroom. اذا بنحاول ان احنا نوزع الفرنيتشر في الاربع غرف، وهما الاربع غرف الرئيسية لاي منزل. نقول تاني الكلمات اللي احنا خدناها النهارده. sink يعني حوض، bed سرير، shower للاستحمام، tv تلفاز، toilet قاعدة الحمام، table طاولة، cooker طباخ، chair كرسي، cupboard يعني الدولاب، بوكيس اللي هو حافظة الكتب أو المكتبة الصغيرة. كده نكون خلصنا اليوم Lesson 3 و Lesson 4 من دروس Grade 3. شكرا لاستماعكم.